بص بقى الخناقه دي، خناقه اهي. بص سواء فن مش عنا معان عملها ابن اللذينة. امبارح كانت اخر ايامنا في اوغندا، ودخلنا كينيا عشان نبدا مغامره مختلفه عن كل اللي فات. فما تنسوش تعملوا لايك عشان نوصل الفيديو ده لألف لايك لاول مره في القناه. يلا بينا. وصلنا نيروبي، بس الناس بقى بتقول لك ايه، حرص من السرقه، ما ترفعش كمرتك في الشارع. بس احنا حبينا نواجه الموضوع ده عشان انا ايديا بتاكلني مش عارف احرز، يعني خاصه ان احنا وصلنا نيروبي دلوقتي وهنسيبها دلوقتي عشان نطلع على ماساي مارا، واحد من اكبر الباركس الموجوده هنا. بس احنا مش هنروح لوحدنا يا جماعه، هنروح مع مفاجاه. واقفين مستنيين المفاجاه اهو. له الراجل ده انا كنت على طول لما اشوفه مش عارف هو طويل ولا هو بس الدنيا معاه طويله، يعني هو كل ما بيقف جنب حد كده تحس ان هو طويل، الوحيد اللي في العالم الطويل. نحب نشكر الراجل ده، احلى شغل الراجل ده قام معانا باحلى واجب، يعني مظبطنا لغايه دلوقتي وتليفونات وبتاع. يلا يلا حبيبي يلا. ماشي الراجل اللي احنا مستنينه جاي هنا اللي قاعد يقول عليا افريقي افريقي لغايه لما جبته لكم هنا وحلق شعره. ابو حسين انا التجربه يا محسن. ده احمد محسن صاحب قناه محسنز على يوتيوب، ويعتبر من اكتر صناع المحتوى المفضلين عندي. ايه الحمد لله، اخبارك ايه؟ كله تمام؟ الحمد لله 100 100. انت عامل ايه؟ نورت وربنا. انت اطول ما انا متخيل، وانا الحمد لله لقيتك اقصر مما اتخيل. اقصر ايه؟ بس بعد الموج ده بقى هو احسن ترافل لايك مي. انا متزحلق. وقت راكبين الباص ورايحين على نارك. نارك ديت مدينه صغيره كده جنب مساي مارا، لازم هي مش جنبها يعني، هي في نص الطريق عشان الطريق صعب شويه يعني مدغدغ، فمفيش مواصلات بتاخدنا على طول من نيروبي تودينا مساي مارا. اعتقد ان محسن مرتاح معانا يعني، مرحرح على الاخر. انا كنت مقلق جامد صراحه ان احنا هيطلع عنا يعني، انا كنت خايف اسوحك صراحه. الحمد لله يعني الواحد مرحرح اخر رحرحه. بس يعني ايه انطباعك الاول يا معلم انا عن نيروبي كده والدنيا عامله ازاي معاك؟ بص انا اكتشفت ان نيروبي دي عباره عن جزئين، في جزء اللي انت شايفه دلوقتي اللي هو الزحمه بقى والناس في بعض وبتاع، وفي جزء بقى الروقان بقى اللي هو زاد التجمع في خمس صناعات. وانت قضيت يومك بقى فين؟ انا امبارح كنت في المعادي. النهارده بقى فاهم؟ مش عايزين الكلام. الراجل ده عالم يعني حيوانات وبتاع ساينتست، بس هو دلوقتي لقى وظيفة العمر اللي بيحلم بيها وقرر انه يسميه اليوتيوب ويشتغل على الحيوانات ومراقبة سلوكيات الحيوانات. خلاص بقول لك انا مش ماشي من هنا، انا موريش حاجة. ام بيج فان، خدني معاك بقى. هو مش هيسيب افريقيا خلاص يعني، هو هيطردنا ويقعد هو. المفروض ان احنا من ناروك ديت يعني هي في نص المسافة زي ما قلنا كده، ناخد بقى مواصلة تانية يا رب نلاقيها. اصلا المواصلات من ناروك لمساي مارا ديت بتقف الساعه 12 الظهر، الساعه دلوقتي 4 مثلا او 3 ونص حاجه كده. بقى لو ما لقيناش هنضطر ان احنا ناخد تاكسي. دلوقتي احنا ماشيين ورا زي الجردات كده، ماشيين بالبركه. انا احنا ماشيين ورا بنحمي. كل ما احنا ماشيين نقابل حد يقول لنا تعالوا من هنا احنا وراه. ناروبي نفس الموضوع برضه. الناس بتخدم يعني فاهم ازاي، ما عندهمش مشكله يخدموا بتاع. خلصنا اتفاقنا في العربيه ديت وظبطناها، جبناها ب 50 دولار ونص، مبلغ كبير طبعا بس عشان احنا واصلين متاخر. العربيه اللي احنا حجزناها كانت ماشيه من الاستديو ده، قرروا يغيروها ويحطوها في الاستديو ده. ما لحقناش لسه بنقول ايه. لا وبقالنا نص ساعه واقفين يعني، هو مش يعملوها قبل ما نمشي، لا يعني هم ايه اول ما نركب يلا نغير العجله. ده اول مره اشوف تاكسي مأجرين تاكسي بالمرات. اختلاف في الطريق لما تتعب.
ابو حسين. عارف هنطلع بالعربية اللي زيها بالحجم والمرات اللي زيها. هو عايز يوريه. بص بص بقى الخناقة دي، خناقة اهي. بص بص هيقول له بص يا عم سهلة قوي اهي، اهي يا عم طلعتها عادي اهو، اهي يا عم طلعتها عادي اهو. سواء فن مش عنا عنا. اه العزبة كلها جد. Come on, Jack Sparrow! هو جاك سبارو على فكرة الحال. عملوها أولاد الذين من أول مرة. جاك سبارو عملها ابن الذين. بس طاير الرفرف ربنا. الرفرف ده سترونج مان. لا والله كنت كده عليه ضحكه. الناس هنا ما شاء الله خدمه ممتازه. ودي انجو. No, you go travel. Yeah, me, me. الله العظيم أنا ما كنت قادر. يعني إحنا بقالنا 24 ساعة دلوقتي في المواصلات من أقصى يعني عاصمة أوغندا لغاية ما وصلنا هنا عند مساي مارا. يعني بيننا وبين البوابة دوبك خطوتين. تلك تلك بوش كامب. الكامب ده بقى إيه؟ المفروض ان هو كان بخمس نجوم. بينه وبين الحديقة الناشنال بارك مفيش خطوتين. يعني المفروض نشوف حيوانات بتمشي هنا، المفروض نشوف حيوانات بتبرطع في المنطقة. عندنا محسن مش عارف هو فرهد ولا لا، بس باين عليه فرهد وشعره اتنحكش. يعني وصل للمرحلة دي بكل قوتي. انا لسه مش متعود على شعري الجديد ده يا جماعة، لسه اول فلوجز كان فلوج بشعري القصير ده، بس ايه هنتعود عليه. شام اكل. نروح ورا ده ولا ورا ده؟ اللي هياكلنا. كريم. شكرا. اوه. ثانك يو لو عملت كده يعني البوش كله هيطلع منها. ده عادي. ما تنعكش شعرك. محسن والاكل. انا احب الناس اللي تاخد بالها من بطني. بس كده طالما جابني قال لي تعالى خش على الدايننج روم عشان تاكل كده. الناس دي حبيتها. انا حبيت دوس. Are these are all the animals in Masai Mara. Yeah. Wow. You can actually hear hyenas in our camp. Mm-hmm. So if you hear like, late night, it's hyenas roaming around. We also sing word harks around yeah. the camp. Yeah. Yeah, here they're coming here. Yeah, yeah. Oh, and these are my favorite. Lots to look forward to. حماس بدأ يا جماعة من أولها كده. يعني إيه قولوا لنا إن امبارح شافوا كلاب برية اللي إحنا شفناها في زامبيا في الفيديو اللي فات اللي هيطلع لكم هنا ده، لازم تروحوا تشوفوه. كانوا أول مرة يشوفوهم يعني من 7 سنين، وديت حاجة يعني كنا محظوظين المرة اللي فاتت إن إحنا نشوفها. فكانت روح متحمس دلوقتي بتشرح لنا بقى كل الحيوانات اللي موجودين هنا اللي إحنا نشوفهم بكرة بإذن الله كلهم بالكلاب البرية اللي فيهم بإذن الله. نشوف الاكل. انا ميت من جوع. الدنيا هنا مظلمه بقى عشان الكامب هنا معتمد على الكهرباء ايه الذاتيه، هو بيستخرجوا الكهرباء بنفسهم ومولدات شمس وكلام من ده. حظهم يا حبيبي، حظهم ان الاكل حرق. لا لو ما كانش حرق كنت تمام. قلت قبل ما الناس دي كلها تيجي تاكل. يا عم انت اصلا شوف اللي انت واخده قد ايه واللي انا واخده قد ايه. الحجم ده بياكل ده ازاي؟ لا ما انا بسخن بس. بس شكله أكل لذيذ يعني. يعني خضار مع عدس أخضر ورز، رز أصفر كده جميل. يعني حاجة حلوة. تتفرج على محسن وأنا أقعد أكل هنا.
نفسه كده ضارب يعني سجارتين سجارتين رز شوفوا كده يعني اليوم كده خلص. شوفكم بقى في فلوج جديد بكره بقى. صباح الخير. قول لهم نصحى امتى؟ نصحى امتى؟ نصحى الساعه 4 ونص ال 5 4 ونص. ما احسن يصحى 3 ونص عشان هنبدا السفاري بكره. استنوا الفيديو بتاع بكره عشان في ضرب نار وفي بقى اسود هتاكل نمور. في حاجات هتحصل اللي احنا مش عارفين ايه اللي هيحصل الساعه هنشوف يعني. خلصوا بقى. باي باي. مفيش بوسه.